بسم الله وعلى بركة الله، إن شاء الله راح نكمل كورس الواتر فلوتينج. بعد ما كملنا الفراكشنال فلو كويشن، بس راح نحل الأمثلة الخاصة بالفراكشنال فلو كويشن حتى تبقى عندنا المعادلة الثانية اللي هي فرونتال أدفانس كويشن. الأمثلة ندخل هسه عن الأمثلة. المثال الأول، طبعا المثال الثاني هذا بالكورس، يقول يوز ريلاتيف بيرمابيليتي as shown in figure. هسه راح أوضح figure to plot fractional flow curve، يعني F W for linear reservoir system. نعرف شنو معنى linear reservoir system. With the following properties. مطينا بعض ال properties. tip angle صفر. formation volume factor. كثافة ال oil. اللزوجة مرت ال oil. absolute permeability يعني K. PW and then formation water factor. عندك الكثافة مال water. عندك cross section area اللي هي A. مطيكة بالفيت. وكل وحدات موجودة عندك. ما بيها مشكلة. عدا الكثافة مال الأويل، الكثافة مال الوتر نحتاج نحولها بالمثال اللي جاء. المهم يقول perform the calculations for the following values of the viscosity. عندك السوجة مال الأويل بسنتي بويس، متكا مرة وبايت خمسة، مرة واحد، مرة خمسة، مرة عشرة. احنا مطلوب معنا رسم، نرسم الـ FW مع SW. هو قال لك هنا fractional flow curve FW مع SW. زين ال S W ما موجود عندي، كيف حسبه؟ وال F W كيف حسبه؟ لأن المطلوبات ما عندي شغلتين. بالنسبة لل S W راح أقدر أستخرج جميع من خلال هذا الفيجر اللي هو مطلوب السؤال. عند كل نقاط ومطيان، فعند كل نقطة راح تستخرج ال S W. كل نقطة S W راح استخرج بها K R O وال K R W، يعني راح تعجني أيضا بالحل. حلق بما انه الطالب اف دبليو، احنا اتفقنا هذا القانون النهائي اللي يستخدمه في حساب الاف دبليو. مطينا ديب انجل صفر، راح يتبسط يصير بهاي الطريقه، يعني ديب انجل راح يصير صفر، سان صفر صفر، وراح قيمه كلها صفر، هاي كلها صفر. عندك قانون بهذا الشكل. ها قانون شنو يحتاج؟ يحتاج جي ميو دبليو موجوده، يحتاج جي ميو او موجوده ايضا، راح تتغير القيم طبعا. الكي ار او على كي ار دبليو محسوبه من خلال هذا فيجر. عندك كي ار او والكي ار دبليو، كل مربع اللي هو 2%. فعند هاي القيمة مثلا، هسه راح اوضحها بالسلايد اللي بعده. عند هاي القيمة هسه مثلا اللي هي اس دبليو 0.24، اجت كي ار او 0. هذه كي ار او، شوفوا ايش قد قيمتها هنا موجودة 0.95. كي ار دبليو اجت صفر، يعني حركية الوتر هنا صفر ما يتحرك. ونركز على القيم الصفر. هنا أنا عند تشبع 100 تشبع الماء 0.78، يعني كأنما البول سبيس منها بالماء تقريبا، فحركة الووتر بعد ما يتحرك هذا حده، فرح يصير حركية ما تصفر، يعني البرمابلتي ما الأويل صفر. عندك الكي ار دبليو عندك هنا حركة صفر، يعني عندك تشبع المياه قليل جدا، فماكو عندك حركة هنا. النسبة بيناتهم تقسم من وجهة KRO على KRW. ذن التقييم استخرجان من الشارت. اوكي، احنا هسه شلون راح نسوي؟ اول شي هالقيم انا محتاج لاني عندنا لزوجة الواتر 0.5 منطقية بالسؤال. هالقيم كلها محتاجة، القيم هذا الحقل وهذا الحقل وهذا الحقل، ما احتاج لباقي المعادلة هسه، فقط انا استخرج من ذني ال اس دبليو والكي ار او والكي ار دبليو حتى احسب الكي ار او على كي ار دبليو. فبعد ما احتاج نجي هسه المعادلة، شنو تحتاج؟ كي ار او على كي ار دبليو، هذا الحقل موجود. الميو دبليو اي موجودة ال 0.5، تبقى الميو او، فميو او راح اخذها قيمة قيمة. لكن انتبه انه الاف دبليو اول قيمة كلها صفر، ليش؟ لان حركية الكي ار او لو ترجع هسه يصير صفر، فماكو عندي اي اف دبليو، ماكو عندي فراكشن مال فلو، ماكو عندي حركه، فراح يصير كله صفر هذا. وهنا انا عندي الكي ار او صفر، فراح يصير عندك هذا هنا كله واحد، يعني كانما ماكو عندك اي حركه للاويل، فالحركه راح تصير 100% فقط ووتر. تمام، اللي هي القيم اللي اشرتها. هسه راح ناخذ اللزوجة عند 0.5. عند اللزوجة 0.5 عوض اللزوجة مال الأويل 0.5 والميو 0.5 على 0.5 يطلع واحد.
صار عندي هذا القانون الجديد. هذا القانون شنو بيه؟ متغير فقط كيار او على كيار دبليو، فمرة عوض 89 بهذا القانون يطلع عندي هذا الناتج، او 18.5 بهذا القانون يطلع عندي هذا الناتج، وهكذا البسيط. نحول على الزوجة الثانية اللي هي 1، تجي تعوض الزوجة قيمتها مال اويل 1، وهي 0.5، 0.5 على 1 يطلع 0.5. يبقى عندك متغير كيار او على كيار دبليو، تبدي تعوض اول شي 89 يطلع عندك 0.022، تعوض 18.5 يطلع عندك هذا الناتج، وهكذا القيمة المتغيرة. تحول على الزوجة اللي هي 5 مال اويل، كذلك الزوجة هنا تعوض 5 مال ووتر 0.5، قسم يطلع 0.1، تجي تعوض القيم الكيار على كيار دبليو يطلع عندك الناتج مال عند الزوجة 5، وهكذا القيمة للعشرة. المثال اللي بعده، يقول the linear system، نعرف شنو معنى linear system، ان example الثاني تونا خلنا قبل شوية، is under consideration for the water flooding. احنا جاي نفكر انه جاي نسوي water flooding، هذا البير water flooding project with a water injection rate، معدل حقن الف بارل بير دي، the oil viscosity اللي هي 1. هسه هنا ثبت الاويل فيسكوستي عكس المثال السابق اللي هو الاويل فيسكوستي المقياس متغير. المثال السابق درسنا الاويل تاثير الاويل فيسكوستي على الاف دبليو، طبعا اكو شارت بس انا ما وضحته. الشارت هو كيف يرسم، ترسم مثلا هاي القيمه مع الاس دبليو اللي كانت هنا موجوده ومساحتها، او ترسم مثلا هاي القيمه هاي القيمه عند الاس دبليو، هاي القيمه عند الاس دبليو، هاي القيمه عند الاس دبليو، راح يصير شارت 1 2 3 4 شارتات، فراح تلاحظ انت الشارت راح الجوه اقل واحد تلقاه 0.5، وعلى واحد راح يصير العشرة، اللي احنا درسنا سابقا تأثير الفيسكوستي مالت الأويل على ال اف دبليو، بحيث كل ما تزداد الفيسكوستي راح يصير ال اس شيب راح يصير ليفت اب، يرتفع لفوق كل ما تزداد الزوجة. تمام، قلنا معطينا الانجكشن ريت الف برل بير دي، فيسكوستي مالتك واحد كنا مثبتها. كالكوليت فراكشن فلو كيرف مثل مطلب السؤال السابق، لكن شنو يتغير بيه؟ الدب انجل معطيك اياها مرة 10 مرة 20 مرة 30، افرضها مرة بالاب دب والداون دب. يعني ليش نفرضها؟ فرضها يعني انت بعد لحد ما محدد وين تحفر البير انجكشن، هل تحفر بالطبقة العليا او بالسفلى، يعني بالطبقة المايلة تحفر البير يكون هنا او هنا. فاذا حفرت البير فوق الطبقة يعني بالجزء العلوي مال الطبقة المايلة راح يصير عندك داون دب، اذا حفرته بالقاع راح يصير الاب دب. اوكي، هاي البيانات الموجودة مع المثال السابق، مطيك ايضا انجكشن ريت لزوجة مالت الاويل، مطيك الانجل المطلوب من عندنا بلوت عند الاب دب والداون دب. شنو الفرق بيناتها؟ فاكيد السالب راح يصير عندك اشارتها بالسالب، القانون هو هذا راح نستخدمه. لكن شنو راح يتغير بيه؟ يتغير بيه من تاخذ الزاوية بالاب دب موجب ساين موجب تبقى موجب، فماكو شيء يتغير بالقانون، نستخدمه طبيعي. اما بالداون دب ركز عليها، هنا راح يصير عندك الإشارة بدل السالب راح يصير موجب، لأن ساين سالب راح يصير يعني مثلا نقول ساين 10 راح يطلع عندك رقم لكن يطلع بالسالب، فالسالب راح يأثر على السالب يصير موجب. خلي المثال، هاي البيانات الموجودة كلها بالأول طبعا لو ترجع المثال هسه راح تلقى كل المعطيات تقريبا موجودة، K موجودة 50، KRO KRO هسه راح نشوفها نحسبها من الشارت مال relative permeability، الميو او موجودة مطيكة 1، الانجكشن ريت مطيكة 1000، فرق الكثافات، فالأفضل إنه أحسب فرق الكثافات لقدام حتى سهل المعادلة. ساين الزاوية زاوية تتغير ما ثابتة، فخليها القيمة الثوابت أنزلها لقدام. الKRO على KRW أيضا تتغير، صارت عندنا هسه الكيار او تتغير والكيار او على كيار دبليو. الزوجة هذول الاثنين ثابتات، الزوجة مال الوتر اللي هي 0.5 مال اويل 1، فراح تصير قيمتها هاي 0.5، فإذا الثوابت كلها نزلها لقدام وحل المعادلة. فلذلك هو حسب هسه الكثافة مالت الاويل، والكثافة راح تطلع لك 62 مقسمة على 62 حتى يحول تحويل وحدات، حتى يحولها غرام إلى سنتيمتر مكعب. نعطيك الكثافة بالباوند على فيت مكعب، احنا نحولها لازم غرام على سنتيمتر مكعب، فقط قسم على 62.4 مثل ساعة تحول هنا، أو تحولها لقدام هنا، هاي القيمة تقسمها خلاص نفس الشيء، يعني تقسم 45 على 62.4
قسم هنا 64 على 62.4 هم نفس المش... ماكو يعني ماكو فرق بالحد، بس انها بعد مو تقسم مرة ثانية فقط نقسم. المهم هي تحويل وحدات لأكثر. الأكتب اللي قلنا القانون راح نستخدمه بعد ما نزلنا المعطيات، شوف شوف يعني معلوم نزلته تبقى عندك KRO KRO على KRW المجهولات فقط والزاوية ثلاث مجاهيل. بسط المعادلة راح صارت بأبسط صورة بهذا الشكل، يعني صارت عندك KRO على KRO KRO على KRW والزاوية ثاني المتغيرات. فراح استخدم هنا المعادلة الأخيرة بس قبل المعطيات. عندنا هاي الـ SW موجودة، استخرجتها من المثال السابق. عند كل SW طلعت الـ KRO يعني احتاجها، والـ KRO على KRW يعني اثنين نحتاجها، ما طلعت الـ KRW يعني ما احتاجها. ثاني القيم دائما صفر حتى ما نضيع وقت، هاي قيم صفر وهاي قيم تساوي واحد. ووضحنا ليش انه الـ FW هنا يساوي صفر وهنا الـ FW يساوي واحد. هنا يساوي صفر هاي مرة ثانية لان عندك ال KRO هي ماكسيموم وال KRW يساوون صفر، ماكو عندك اي حركة للووتر، فماكو عندك اصلا حركة للووتر، فماكو عندك FW. هنا إن ماكو عندك حركة للأويض، فقط ال FW يتحرك، فالحركة راح 100% لل FW. ناخذ مو الزوجة الساوية عندنا، الزاوية عند 10، الأبتب راح اخذها 10. القانون راح يصير بهذا الشكل، فالزاوية راح اعوض هنا 10، الساين 10 جت 0.17.6 زين. هذا القانون أساسا صار عندي الرئيسي، أجي عوض ال 0.89 أو القيمة 0.89 عوض هاي KRO عوض هنا بالقيمة، عوض بعد 89 من KRO على KRW بالقيمة، طلع ناتج مال FW تطلع لي 0.21 تمام، وهكذا البقية ظل عوض فقط KRO وال KRO على KRW بهاي المعادلة. يطلع عندك هذا الكولوم. حول على الكولوم الثاني نفس الشيء، الأبتب 20 ساين 20 يطلع 0.325، وأجي أعوض ال KRO وال KRW بهاي المعادلة يطلع عندك هذا الكولوم. حول على الكولوم اللي بعده الثلاثين هنا نفس الشيء، أنا عفرته بعد ايش أكرر، بس إنه خلينا نشوف شنو راح يظهر. هنا داون دب وليس أبتب. الداون دب هنا ماخذ إشارة موجبة لأن هو قايل لك فوق وداون، بعد ما يحتاج يوضح لك يحط لك إشارة سالبة. بما أنه وضح لك لك فوق داون انت تفتهم انه شنو معنى داون. فرق القانون راح يصير بالموجب، لان ساين السالب يطلع عندك ولا اشاره يصير موجب، فراح تاخذ اول قيمه اللي هي 10، ساين 10 يطلع 0.17 نفس القانون فوق شوف بس فرق اشاره، تجي تعوض ال KRO وال KRW بالقانون KRO KRW على KRO على KRW يطلع عندك ال FW مال هذا الشارت، العفو مال هذا الكولوم، وهكذا البقية. هسه تقدر ترسم الـ SW مع هذا الكولوم، تقدر ترسم الـ SW مع هذا الكولوم، ترسم الـ SW مع الكولوم الثالث. راح يصير عندك ثلاث كولومات موجودات الخاصات بالـ Uptip Displacement، وراح تلقاها عندنا الـ Uptip Displacement، وراح تلقاها الـ Downtip Displacement موجودات. ثاني المثالين الخاصات بالـ Fractional Flow Equation.